أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من جهل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل، أو أن رسالته ليست عامة ولم يبلغه الدليل، فهل هذا يعذر بجهله؟ إذا كان مثله يجهل، إذا كان مثله يجهل، نشأ في بلاد بعيدة ما يصل إليها شيء، ما يصل إليها شيء ولا يسمع شيئا، هذا يعذر بالجهل. ما إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع في وقتنا الحاضر أكثر، يسمع المحاضرات والدروس والندوات والمقالات اللي تلقى في الإذاعات، هذا ليس بمعذور، ليس بمعذور. انتشر العلم الآن، قامت الحجة، انتشر العلم الآن بواسطة وسائل الإعلام، كانت وصارت تصل إلى كل مجاهل الأرض، تصل إلى مجاهيل الأرض كلها، ما يبقى شيء. حكمة من الله جل وعلا، لئلا يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير. كان تبليغ الدعوة في الأول بالجهاد، الجهاد الذي قام به المسلمون في المشارق والمغارب، الدعوة والجهاد، ولما تعطل الجهاد جاءت الأجهزة هذه والأشياء تبلغ هذه الرسالة، تبلغها للناس، فلا يبقى لأحد حجة. نعم.